نظمت نقابة المعلمين التشاديين ورشة تدريبية بالتنسيق مع منظمة التربية الدولية بأفريقيا، ورشة لصالح العاملين بالنقابة لرفع القدرات في مجال حماية حقوق العمال بحضور ممثل وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة خليل حسن. نقابة المعلمين التشاديين واحدة من النقابات العالمية التي تم تأسيسها في عام 1989 بهدف حماية المصالح المعنوية والمادية وتحسين الأوضاع المعيشية والعملية للمعلمين. ومنذ ذلك التاريخ تعمل النقابة على حلحلة المشاكل وإدارة الحوار بين المسؤولين بالحكومة والمعلمين. ومن أجل رفع كفاءة العاملين بهذا القطاع جاءت هذه الورشة التدريبية لصالح العاملين بالنقابة، والتي تم تنظيمها بالتنسيق مع منظمة التربية الدولية لإقليم إفريقيا. وبعد الكلمة الترحيبية للأمين العام النائب لنقابة المعلمين التشاديين، سردت ممثلة منظمة التربية الدولية السيدة أنايس ديامبا أهداف المنظمة والعمل المشترك بين نقابات المعلمين في مختلف دول العالم، مؤكدة أن هذه الورشة تعمل على إثراء المشاركين بخبرات جديدة في إدارة الحوار وكيفية حماية حقوق العمال. من جانبه ممثل وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة جيمس باي جو شكر المنظمة وقال إن هذه الورشة ستسهم بلا شك في رفع قدرات العاملين بالنقابة، وحثهم على الاستفادة من هذه الدورة، مضيفا أن الحكومة تعمل جاهدة على تحسين الوضع المعيشي واحترام حقوق العمال، ليعلن بعد ذلك افتتاح الدورة التدريبية التي ستستمر إلى 19 من هذا الشهر. قام أمين الدولة في التعليم العالي دكتور حسين مسار بزيارة تفقدية إلى كلية العلوم التطبيقية بجامعة فرشة، عقد من خلالها لقاء مع المسؤولين الإداريين والمكتب التنفيذي لاتحاد طلاب جامعة أنجمينة بهدف الوقوف على الصعوبات التي تواجههم. تفاصيل لدى محمد حسن مكاوي. كلية العلوم التطبيقية بجامعة أنجمينة بفرشة هي المستهدفة هذه المرة، لتكون تحت مجهر إدارة التعليم العالي والبحث العلمي. الجلوس وجه لوجه هي السياسة التي ينتهجها أمين الدولة بوزارة التعليم العالي في حلحلة كل التحديات والصعوبات التي تواجه التعليم العالي، كهذه الجلسة التي جمعت أمين الدولة بأعضاء مكتب اتحاد الطلاب جامعة أنجمينة برفقة إداري كلية العلوم التطبيقية بجامعة أنجمينة للتشاور والتباحث فيما يهم كلا الطرفين ومعرفة الصعوبات لتذليلها. وخلال اللقاء أشار أعضاء الهيئة الإدارية والأكاديمية بكلية العلوم التطبيقية بأن الطلاب قد تنازلوا عن مطالبهم السابقة، وذلك من أجل إكمال العام الدراسي، مثمنين هذه الزيارة التي قام بها أمين الدولة بالتعليم العالي للوقوف على الأوضاع. أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب جامعة أنجمينة انتهزوا الفرصة بهذه المناسبة ليقوموا بسرد المشاكل والصعوبات التي تواجه الكلية على وجه الخصوص، بدءا من توقف المطعم عن العمل ونقص المعدات للمختبرات والتخصصات التي هي بحاجة إلى تلك المعدات لتعيش الكلية معنى التطبيقية. وللوقوف على هذه المشكلات زار أمين الدولة بالتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين مسار حسين مختلف الأقسام والمختبرات والمدرجات الجامعية والمطعم بكلية العلوم التطبيقية بجامعة أنجمينة بفرشة حتى تتضح الصورة، ويأتي بعدها فصل الكلام. هناك احتياجات لعدد من المعدات، نحن نسعى إن شاء الله مع عدد من المانحين الذين لدينا تربطنا به بوزارة التعليم العالي، نسعى للبحث عن المانحين لتمويل أو لتوفير المعدات التطبيقية للطلاب حتى يتخرج منها كوادر يعني لديهم يربطون بين العلم النظري والعملي. تبادلنا الأفكار مع المعلمين مع إدارة الكلية وطلعنا على الصعوبات ونسعى لحلها في القريب العاجل. نحن نريد أن نضع رؤية جديدة لكيفية التقلب على الصعوبات وكيفية الانطلاقة بكيفية الانطلاقة في العام القادم. منسق طلاب كلية العلوم التطبيقية قدم شكره وعرفانه لأمين الدولة بالتعليم العالي والبحث العلمي على جهوده المبذولة وتشجيعه المستمر للطلاب.